تعال نروح نشوف تقرير مهم عن تكريم أبطال باريس البارالمبيين 24، لقاءات مهمة مع عادل عبد المعطي عفوا مدرب عام منتخب مصر للكرة الطائرة، وكمان ثنائي المنتخب أحمد محمد حسني وعبد النبي حسن، ونشوف التقرير وبعدها نرجع نستقبل ضيوفنا الكبار الناقد أحمد جلال، عمرو ثروت، أحمد الهواري. خليكم معنا. والله طبعا هي بتبقى لحظة يعني سعيدة جدا، بتيجي طبعا بعد مجهود كبير حصل وبعد إنجاز كبير تم الحمد لله. منتخب الكرة الطائرة بفضل الله حقق الميدالية البرونزية، وده إنجاز كبير جدا، وطبعا ده جه بعد تعب ومجهود كبير جدا من الفريق والجهاز وكل الناس اللي ساعدتنا على الانجاز دوت. فالنهارده بقى بيبقى يوم جميل، ان انا النهارده بحس ان الناس كلها بتقول لنا شكرا وبتكرمنا، وبحس بقى بالقد ايه المجهود الكبير اللي اتعمل والانجاز الكبير اللي اتعمل. فدي اللحظه بقى اللي انت بتبقى منتظرها، والناس كلها تبقى سعيده، وان انت قدرت ترسم السعاده والابتسامه على وشوش ناس كتير، وبتهدي الانجاز ده كله لشعب مصر طبعا، وعلى راسهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. بقول له الانجاز دوت احنا بنهديه كمنتخب الكره الطايره وجهاز الكره الطايره، بنهديه لسيادتك، وان شاء الله بنوعدك ان احنا هنحقق مزيد من الانتصارات لمصر، وان شاء الله باذن الله دايما الكره الطايره هتحقق انجازات كبيره الفتره الجايه ان شاء الله. احب اشكر طبعا المدربين واللعيبه اللي كان على قدر المسؤوليه واداره البعثه كلها، بطوله قويه جدا، والحمد لله قدرنا ان احنا نحقق فيها ميداليه البرونزيه ونفرح الشعب المصري كله. دكتور اشرف صبحي بنحبه ونشكره طبعا، وبالمزيد بنرجع ان شاء الله، وانتظرونا في لوس انجلوس ان شاء الله باذن الله. والله لا طبعا حاجه يعني انا فخور بيها بصراحه، لان انا اول مشاركه ليا كاولمبياد، وطبعا لا اجواء ودنيا جميله جدا، واحب اشكر الدكتور اشرف صبحي على الاستقبال الجميل ده. الحمد لله دوره باريس الدوره السابعه على التوالي ليا، حصلت على ميداليه برونزيه في الاولمبياد، وحصلت على افضل ليبرو في العالم في اولمبياد باريس، وحصلت على افضل استقبال كوره اولى في العالم، ودي مش اول مره، حصلت عليها قبل كده في دوره طوكيو افضل ليبرو في العالم، حصلت في لندن على افضل ليبرو في العالم الحمد لله، رغم ان انا اكبر لاعب سنا في منتخب مصر، انما الحمد لله بخبراتي بقدر احافظ على مستواي الفني والبدني، ان انا مكمل لحد النهارده اكبر لاعب سنا من اكبر لاعبه على مستوى العالم. بس الحمد لله زي ما بقول لك انا حصل على افضل ليبرو في العالم وافضل استقبال كره اولى في العالم، والدكتور اشرف صبحي ربنا يكرمه جه مخصوص وشاف الماتش واحنا بنلعب على الميداليه، وشاف احنا ازاي بنتعب، وانا بشكره على دعمه لينا وتكريمه لنا النهارده. بشكر سياده الرئيس بعت لنا شكر بعد المباراه ان احنا زينا زي الاسوياء وتعبنا عشان نقدر نرفع علم مصر في المحافل الدوليه. ما كنتش بحس بالموضوع ده زمان، من بعد سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي متولى الحكم ما بقاش في فرق. في ريو دي جانيرو كنت محقق ميداليه، سياده الرئيس قابلنا وعطانا وصام الجمهوريه وسوانا بالاسوياء في المكافئات، والدكتور اشرف صبحي بصراحه يعني وفر لنا كل الدعم، وراح مسافر لباريس عشان يحضر المباراه كتر خيره رغم الضغوط اللي في البلد. انا بشكرهم هما الاثنين يعني كل الشكر والتقدير والاحترام ليهم.